بسم الله وكفى سلام الله عليكم خيار ميل البود الدنيا ذاك جوكتان ياب ما أنت ياب كتاعن ياب 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 وأحكروا ما أنا سوقلين يعني دم الجديد ياب كعديقان أيان مروا بالله يابا لياب كاسا ياب كاسا لسي يابا أنا وابا يابا وابا محيس ما ين ما أنت دم الجديد هرت أيان دويد وحنيدين لو ذاكي هدي أنا خلدناين إنه يصير كحجين كعاشن ديك الصومالية ويل كدن وذاك عبد الفتاح قاسين أي دهان أي دوني يعني إنه يبدلان ما دام مركزي أنو كهذا النوعي فشل من وحي يكون بدلان ويصير الدولة وسعر دك عاشن ديك إنه يبدلان أو الجعدة كقاعدان سداسي جوستين ويا تاسي وانو كجذب نهضنا ما أنت يصير كلو وحي يبدلان ويصير الدولة هي وسيرد قاشن دي هؤلاء جود يجريين تا أيه يبدلين ياب كده عي وحى وها مركي وسير كي هؤنكا صوماليات قد يجي محمد ديري باس كده يكون بدلين جنرال بشير قابي أو أه نينك أقصر رأي إذا ماذا صوماليا درجة كجاري أيه وحى كده جين وسير كا هؤنكا يقويس كفدرالك الصوماليات وروحان مبهدل بامرك مسوى الجاقو يعني أنو حانو أركا بهدل بانو أركا يعني وسيركا وينكا إنن رقا الله مقعابو حدنا نن درجة الصوماليات عيدا ماذا ماشي بيقوس الرئيسي سوى قاري بهدل كعيدا كصوماليات لو قيسان أيو ماشي حسان كأرقني بهدل كدن وذاك لو جيسنا أيو ما أساساً كارجني. مركا هذا كل دقيقة دخور بيسو صارين ورقد عصي وسيرك هوانك وحلاه مجابي بشير قابي وآه مركا يسمعني جنرال كم دع إذا ماذا الصومالية أيام دويد بيا هيد مركي أيام دويد بيا مركي قد يجي محمد ديري بوس كده الله مجابي الله داري هل دبان ماذا معني هذا أنا ماركيس هذا وحي ما أنت مجابين وسير كهوانك كأجسي درن وسير كحجين كهوانك نوانين أجسمها هوانك نوانين أجسمها وسيرد هوانك نيني كديجين وسير كهوانك نيني كديجين وسير كحجين كهوانك نيني كديجين نمان كان ماركا فيري قنيسين تهذا الشيء جايو ذلك قنيسينا كعورطي dad ba habad ku cuslaystay ee aan dhasaab bay xidheen la leeyahay jagooyinkii ay qaniis ka dhigeen be ya marka qaniisinta farmaajo markuu joogay ma badnayn sidaan ma ahayn laakiin dal iyo dibad qaniisintan is soo qabsatay waad u jeedaan ma been baa sheegayna ilaahay baan leeyahay tiri jago ilaahay baan kugu dhaarshay rasuulku soo madhin mutashabbah jago haween ay leedahay wasiirka haweenka ayaa leeyahay ما وسيرك النينك ميا ليدي وسيرك وسارد النينك ما كقرن مسوي وسيرك وسارد هواينك كقرن وإن أي هواين أهاتا قفك ماشى سلودي باي متى مسمى ولا ليال يا شاكد ده وسيرك وسارد هواينك ميا مسوي وسيرك وسارد النينك واي ما هواين لو كقرن مركد النين ماشى سلودي باي محل لوغو قري واي وسيركا وسارد نينكا محل لو دي واي لما دين وسيركا وسارد هوينكا ليري هي جنرال بشير بشير غوبل ولها اي ما ان حالي مكوسي ما ان وفارح لوغا باستو ادينكا واخاس نو شيغاي ماركا ارينكاسي لخما غاغابن با ساري دونا وخا سو قبن دونا يوسف ودنيان سو قبن دونا ادنا ليدا ادنا ما ليدا دودي يا ليدي دونا يوسف أو برسول هو ما أنت تنا تنا أي دين صاحب هذا وسير كي هواك وحلم عبد جنرال بشير قابي إن مثال كده إلى المثال سلوا دي جودة وهاي كتو صيصة بس كان نقوى أشعر بس كان شقدا شقدا دي بهارا كده خاصة شيء بس خلت جوجو أو يعني كل حاجة إن ده هو رجل سعر الدين
لكن in general general oo nin ah loo magacaabo of minister of device mabad ma taayna ma dawo gudare ugu darajo sare waxay ku tusaysa inaysan waxaysan aqaan inay ku jiraan bad haddoon dabaal qaan dad bad ku dhacdo iyo biyaabun baad wadaysaa sawba ilaa ka dhiman marka aqoontooda way يعني ما بس كانوا بدك وحنو أركا يعني بس كان سكسر الله هينو سكدول صارنا بس كان شقدن ماله مي قانين ماله دخاله وشاد دونته نبى يعني وسارد يا هوانكا رجال بيت كذي بني أدنى ماذا حقوق الدمر كلي العجى كل العجى العجى اللي جه لا يأي سمنار داسي يعني كفى إذا يصير دخاله كدي جي بيكتاي اسمع iyo dawladnimo kama ahan nin ay u dhiibayaan ma jirto sumcad iyo dawladnimo ma jirto ee waxay u leeyihiin ee ninka la yiraahdo ee galbeedka ku salsalaaxda ee ninka la yiraahdo laakiin ee ninka faysalkiisa galbeed galabti hore daa ka weeyaabaya la yiraahdo galbeedka nafsadiisa waxay dhiibaan ninkan ma arkayse macnaheedu koro ninka yahay already waa naag saas bay rabaan inay tahay maxay dhahayaan ilaan dawladda Mareykanka iyo dawladda Norway Sweden Switzerland hadii la yiraado wasaaradda haweenka Soomaaliyeed ba macnaheedu seminar ka soo qayb galayso idin soo socota dad dumar bay sugayaan Soomaan way samaysiir aad musqulo dumar ka u banay haayaro waxa jira dad isku jir la yiraahdo wadanka wadamada gaalada boogta way ku qiyaasayaan ninkaan inuu dilis ka bedelay ma fahmin way wasaaradda haweenka halkan waxa jira moogta hadda waxay ku ololayaa musqulo ragga iyo dumarka ragga duloobay iyo dumarka hal isugu daro wa fahmin marka waxay isleeyeen waa shaqadiini oo qoloyin ay soo direen aan jirin inay ragga bedelaan moogta shaqadiini oo ilaa iyo generaladi gaarto way isleeyeen ma fahmin way marka way musqusha la geeyna xaq haweenka wasiirkan haweenka waxa la geeyay bashi wasiirkan haweenka musqusha dumarka la geeyay general bashir goobe hadii la soo magacaabay haduu safar soo galo oo macni wadamo reer galbeedka ama seminar uu imaado musqushe loo baneynaya ma tan ragga mise tan dumarka maya midka laweefka ama qunsaa bidda la yiraahdo ama midka midda ragga iyo dumarku isla isticmaalaan oo ragga duloobay toora taa unbaa la geeya maba soo daday dadkan iyagoo sidaasa way kala soocan yihiin shaqooyinkan dadka way kala yaqaaniin maba marka waxay ku xisaabayaan qolo ragga oo ninka la yiraahdo xagga kale kasoo jeestay ragga dumarka laakiin af ingiriis ka dhig af carabi ka dhig af soomaali ka dhig taytalkiiba ah dumar be Mrs. Y ama ayagu miss laakin maba ahan beenin waxa la leeyahay macnaheedu wasaaradda haweenka macnaheedu ministry of women y maba ahan beenin say amal marka sideenin loo siinaya jagada waxa waaye ay dhageyso nimankaan sidoodaba nin hadda kor weeliyada dhigay ayaa geel u lahaa geeliisa marka meesha geel loo wado moodo ariga agtiisa uu keenaa uu dadabraa caanaha uu ka soo lisaa wuxuu keenaa suuq ma faham asiga caanahaasa u dana ma faham urta ugu liida tarwa u daaya oo ur yaro af gaaban oo dhan oo dhukul u daaya marka leeri wuxuu yiri weeliyuhu geela sidaa ugu salcaaysa wuxuu dhahayde suu sac maahina suurad kama rabo caana inaan ka maalo maahina geelan wiji kale ka weeriyo ma faham yani suurad uu hore ka waro marka dadkani umaba imaan ba dawladda inay hagaajiyaan wax ay doonayaan rafa yusuf mar haday sidaas tahay marka bashir goobe loo magacaabay wasaaradda haweenka ee markaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed yani su'aashu weydiinta la waxa weeye dumarka inay mudaharaadaan Soomaan marka حقوق الا دمرك waxay dhig jireen sad bursinaana lagu sameeyay marka hadda wasaaradooda weenka ku ma marka dawladda dumarka Soomaaliyeed dal dibad Soomaa aan inay mudaharaadaan marka
dowladda xasan sheekh talaga yaa qodob dadka soomaaliyeed dowladdu ma yaqaaniin bay idagaysa asiga xataa isuu bay qayro madaxweynaya oo isuu haysta ogaa dowladda dadka taageerayaasha ruuxta dowladdu ma yaqaaniin waa darkaysa meeshii madaxweyne farmaajo la joogay iyo faad yaa si isku dhadhajiyayeen ma faad ayaga aanu aqoonin qof asugu isuu aqaanin wuxuu yaa ka war isuu ma yaqaaniin dowladdi madax ka yihiin waxay u yaqaaniin inay inay koox meesha qabsatay yihiin ayna tahay bilaha inay lacag urursadaan kadibna iska tagaan qabyadoodii oo guryihii iyo dhulalkii iyo waxay kusii joogi lahaa inay ka dhammaystirtaan marka in loo mudaharaado iska daay yaa dowladda kuma yaqaan waxay u yaqaanaa koox wagner oo meesha haysa dad yaa dowladdu yaqaan lama yaqaanaba adduunkuna dowladnimo looba macaamilo xasan sheekh waa loo yara diyaar soo raaca la yirahdo daalimiyo waaye weli weriye cali nuur salaad oo maalmihii lasoo dhaafay xukuumadda damuul jadiid ee xiratay hadda way sii daayeen hadda daqiiqada ka hor maarkayse maxaad ka dhihi lahayd sharif hadalkiisay kusii daayeen sida badan iyo dadka agtifsayaalka oo dadka runta u sheegay ma faad iyo sharif hadalkiisa sharifa maanta alla moogto aad iyo aad marka sharif waxa uu sheegay sharif waxa uu sheegay waas exactly siday taa u sheegay ma faad inkastoo aan ogaa sharif inuusan xoogaa yar shariifku hayska xoogaa low education ahday waxbarashadiisu iska hooseysa laakiin qofku markuu diin ku taxalluqo xoogaa wuxun baa ku dambeeya moogta inkastoo dee uu qalbiga madoobeysa ardaydii uu laayay oo wiidaala ka dagaal geliyay inkastoo qalbiga madoobeysa haddana qofku markuu diin uu leeyahay wuxun buu la haraa moogta marka yacni shariif hadalkiisi iyo daleecayntii dadka uga timiday taasay u sii daayeen ma fahmi waxbayna ka duubeen videoyay ka duubeen ma fahmi carar sidii hau hadan video bay ka duubayaan ma fahmi blackmailin ma taqaana marka video bay ka duubeen cali nuur salaad cali nuur salaadna sidee waxa u ahay soomaalidu waxay tidhaahdaa daayra ruuxi qaadaa dayn baa u yaalle yacni cali nuur salaad isagoo iska muwaadina isagoo iska caadiya isoon xisaabtamin oo beelnimo ku raacya xasan sheekh ma fahmi marka sideedana waxa waaye kooxaha tuugta ah ama kooxaha maasuuniyadda ama kooxaha shaydaanta caabudahi waxa waaye markay ku soo geliyaan way ku daba dhigahayaan ma fahmi ayagaa ku taargetgarayahay ma fahmi markay dhaqanka hore xun kusoo geliyaan bulshada kaasoo gooyaan ma fahmi marka bulshaday kasoo gooyeen inay way ku bahdilayaan marka ma fahmi xataa gurigaaga aadi ma karin ma fahmi hataa cunto soo muuqani karin waa inaa ayaga weydiisa marka laakiin markaasi qofkay qabsadaan inay wax ka duubtaana suuragal ah waa dhowdii sidii horewaa boqolkiiba boqol waa boqolkiiba boqol sababtay tahay dee taageerayaal shacab ma leh bini aadanku qofku waa inuu saddex maada taageerayn lagu hela maadada koowaad waxa waaye inaad shacabka iska gaddo sidii nabadii nolol oo kaleta madaxweyne farmaajo kaleeto oo shacabku iska jecel yihiin iyo ninka la yidhaahdo ordogani nin inaad shacabka iska gaddo oo dee shacabku ku jecel yihiin iyo inaad military leed oo awood military dad ku maqooniso oo sanka berigoo tasho iyo inaad balaagmaylin garayso oo qasab dadku maskaxaan kugula joogaan dadka xunoo kuraaa kula joogaan ma faad marka awood military ma leh shacabkuna ufa yidhaahdeen ma faad balaagmaylin qofka waa loo yeerayaa lacag baa la siihay laakiin wasaaraddan haweenka oo nin loo magacaabay ku-xigeenkeedana nin laga dhigay macnihiisa oo dhibaato badan kuma ahan damuul jadiid oo hadhowdii dad badan soo mucaaradi maayaan gaar ahaan dumarka soo mucaaradi maayaan way mucaaradayaan laakiin horta damuul jadiid ma taqaan damuul jadiid ayagu weji ma leh ma fahan damuul jadiid dib dambe ma rabaa inay u raaqraaqaan waxay isleeyihiin hadda unbaa joogtaane sii jirtaa oo siima jeedde hadda ka far qabsada ma fahan mana ahan damuul jadiid dad dal iyo dad iyo diin ka fikiraayo waxa waaye dad calooshooda ka fikiraa xiska calooshaada markaa ka fikiraysa waxaa la samaystaa isbaysaad ku noolaad ma fahan tusaale waddamada reer galbeedka dadyo xunxun baa jiro siyaasiyiin u badan laakiin ilaa dalka qiyamkiisa iyo dowladnimadiisa way ilaaliyaan si ay ugu dhex noolaadaan laakiin kuwan xataa saas ma ilaaliyaan
وحي كفكرة على عشرة يعني قرية دستا ولا بدي بدأ يكون دستا مبا مركا يعني ما قعدت أسكت داعي إني كان هرت شريفة ودمي تدم اللي ده مبا وأنا لا يا حي وده وحي وأنا ما هي كفكرة لا كيف فرماجو تغير هتلا ده كحرتة مبا هذي لكن شريف كمان تأدبوا على إسناء وقدام بين حتى هذا أنا لعج عادي أنا تصال عدم فرماجو تغو أن دولة كمدة أو هتلا لقى هرت ما أنا قال لقى سماي كنا أنا مريك كان كاي مدي واحد كان دولة مريك كاي قبل عايش حد مدي بس يقول أيام مريك كان لقى هرت ما أنا لقى سماي كنا أقل حتى عمله حتى عدم فكرة ما نفع وأكو يري هذا إن ندتك لطريال كاي يري هذا مدعي وين ندتك هتلا لا ندتك هذا تدتك بس برا جنبي هي وتر دولة هلا كبيها يا نفع واريس كتجي يا هج يا بعد هالكاسة لو قبله وحبك ما ترى ينده نفع مركا نكال يرادون وحنكو جبن جبيها يا وحركة هذا علاش بيها كم ظهر هذا أبو قال لي يا هبر قدر علاش بيها ومال وايدين شجع وأكو عليها بتكلم مع جرد الرئيس دادن وعذان هين علاش بيها مريض أما دان مكان عبد الله وعيا بقف قف ناس في ليدي هبر قدر هنا ماشى مال أبو قال لنا مال ولا يالو وهذه كذا هي سير لاس أنا كذا هي ما تبغى تقول كذي كم سهيسي بالهجة وعلي يدك وردتك عقلك يا خدم نقول كان تبغى إشكال هذا دور قد شرعي هاي شتى دولة دي محمد سياد برا لا صوب وقول إن قال له هذا القصيها بات موادينين بعد جوكت ما شو دولة بيلا ده هاي دولة قبلات كيا جو ما هي دولة قبلات كيا جوكت هذا هاي شتى دكومين دي شرعي والدولة دي محمد سياد برا لا إيمان أنا أكو حقيقي أنا كذا صغر حضار هاي الدوكمين دي دولة حسن شيخ دي دولة حسن شيخ فيك بيا هاد يعني مو وهاي هذا النمل ماشي قصد نما مركا نينك عن دولة مري صومالية قف كستايو أكتا دوكمين دي الساعة ذكاء دولة محمد سياد بر دوكمين دي خلاص صاحي ومجر نما أدير كأنك دجي كرين إيدا أنك دجي كرين قرية هذا كوكب سكرين اللي خارج ولا صادف ما أنت شرعي بيجوكتا dadka walaalahay ee beeshayda abgal iyo beeshak aan ilmaadarka nanay habar gidir waan u qala talihaayo waxaan hayay xaga deegaankiin ninkii dukumeenti sharci qabto wato loo imo maashan waa degnay waa iska degnay waa qabsan shurta galma hasan sheekhana dadii leedii ka yeelima shurta galma marka wixii aad weydiin harto ay weydiin karta way ugu dambeyntii markayse yusufow jagadan waxaan ku warwareegaya aniga haweenka haweenka inay mudaharaadaan ma laga yaaba kuwa xataa xamar jooga ma mudaharaadaan kuwa xamar ka baxsan anigu fariigayga hadan hadan si toos ah raayigayga u cabiro maasha markaa tarayja kaleedo ogtaa in wax ka iman hayaan ayaa loo mudaharaadaa moogta wasiirka arrimaha dibadda wasiir dawladda dusha laga saar hata hadii lagu siiyo jagada hadii waa la siinaa kala lagu saaraya mabaad waa wax wada la kaba mabaad waa wax isdul saar mabaad marka dawladdii ka horeysay markii loo mudaharaadii jagada lagu siiyo waa loo dayjir xisr wasaar shaqadiisa loo dayjir wasiir arrimaha dibadda shaqadiisa loo dayjiray qofku decision hadii uu san wax qaldi shaqadiisa sa wada jir مبعد لكن كواني وهو دبل دبل مبعد ودبل وزير كريمه دي بده وزير الدوله دوشا لغا صار وزير كريمه غدا وزير الدوله دوشا لغا صار وزير كغناسي مركا بشير غوبا حتى نينك لا لدول صاريا مركا waxaan u maleeyahay aniga garashadeeda gaarka iyo sida dadku moogtahay waxa Soomaaliyeedo bilis ayda ka faan jacal dadku ayaga ka wanaag jacal nina soo doona maayo wax aan lagu dayayno dabada lagu haysto mabaad hada gaari aan wada aniga ninkii iska lahaado halkan soo fariisto oo yiraahdo midigu leexo bidixu leexo qaruu socod wax waaray haysay bareegaad xoog u qabatay hadaa yiraahdo waa ka dagaa gaariga mabaad adigu wadan leey tuug ba tahay mabaad marka yaacni aniga garashadeeda gaarka waxa ila tahay wax badan hadii dumarku mudaharaadi lahaayeen wax badan xitaa hadii la siiyo waxay naqaan qof qofood dul saaranta marka inna anigu maleeymaana isku xog xumay hayso marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed oo ku gaban gabay haya dawlad baan soo wadnaa xisbiga nabadeed nolol baan soo wadnaa ninka la yiraahdo